بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا في كتابه العزيز في مثل من الأمثال التي ضربها عز وجل، وقد ضرب هذا المثل للمنافقين. يقول سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا أول مثل في القرآن حسب ترتيب القرآن، أول مثل في الكتاب العزيز ضربه الله عز وجل لأهل النفاق، وقد ذكر لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فشبه الله تعالى المنافقين في محبتهم للضلال وتقديمه على الهدى وكفرهم بعد إيمانهم بالذي استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها فاستفاد منها وأنار الطريقة، وفجأة ماذا حصل؟ انطفأت، ذهب الله بنورهم، صاروا في ظلمة. فهذا مثل المنافقين في حال إيمانهم قبل أن يكفروا. لما أسلموا أولا استضاءوا بنور الإسلام وانتفعوا به وآمنوا وخالطوا المسلمين وسمعوا القرآن وعصموا دماءهم وأموالهم، شاهدوا الحق وعرفوه ورأوا النور عيانا. فلما كفروا في الباطن وبقوا على الإسلام في الظاهر لكن ليس له حقيقة وأصل في قلوبهم، ذهب النور بكفرهم، فبقوا في ظلمات الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون حقا ولا يهتدون سبيلا. قال تعالى: ذهب الله بنورهم. وهنا عجب، فإنه قال كمثل الذي استوقد نارا ثم لم يقل ذهب الله بنارهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، يعني سلبوا فائدة النار في الإضاءة وبقي عليهم إحراقها. أليس أمرا مدهشا؟ أليس تعبيرا بليغا؟